خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هلا الحملاوي ونروح نتعرف منها على احوال واخبار المرور في القاهره العاصمه وباقي المحافظات. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا فسان. صباح الخير يا مصطفى. يعني خلينا نسالك سؤال الحلقه قبل ما تبتدي يا هلا وطمنينا على احوال المرور، ايه اكتر صفه تحبي تكتسبيها من شهر رمضان؟ بصوا انا كنت سامعاكم وانتوا بتتكلموا في اول الحلقه وبيتهيألي ان انا متفقه معاكم ان يعني ضبط النفس والصبر ده من اهم الحاجات اللي يمكن كلنا بنحاول تستمر معانا بقيه السنه، فبالذات بمناسبه المرور بمناسبه ان احنا هنقول المرور دلوقتي، السواقه احيانا بتبقى مرهقه جدا وخصوصا لو في اوقات زحمه وذروه، يعني ممكن حد الساعه اللي قبل الفطار عليك دي. قبل الفطار ناس بتلاقي حد موتوسيكل بتوع الدليفري، اي حد ممكن تلاقي نفسك انت توترت، فلا يعني نحاول قد ما نقدر. انا بحاول ان انا يعني امسك نفسي كده، ما اتعصبش ما اتضايقش، خليني هاديه شويه، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان انا احاول احافظ على مواعيدي شويه، يمكن انا في رمضان ملتزمه في المواعيد في العموم، انا طبعا بحاول ابقى على قد ما اقدر ملتزمه بمواعيدي، بس في رمضان تحديدا نظرا لطبيعه اليوم وان مفيش مجال، صح يعني اليوم بتلاقيه خلص اصلا، مفيش مجال يعني انت لو معزوم عند حد على الفطار لازم تروح على ميعاد الاذان او قبل الاذان بخمس دقائق، لو انت مثلا رايح عامل حسابك انه بعد الفطار بتبقى اللي هو بعد صلاه التراويح، لانه مفيش مجال. فهم دول بالنسبه لي الحاجتين اللي بحاول اعملهم طول السنه مش في رمضان. هم دول اهم حاجتين، يمكن مواعيد والصبر دول في السواقه يا فسنت. أيوة. في السواقه والله بحس بيكي صدقيني، انا ما عنديش خالص خلق للسواقه تماما. بحاول على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي الناس بدات تنزل. هنبدا من الكورنيش، هناك هنلاقي كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد، اما كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه بسيطه لغايه غمره، اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. شاهد كوبري اكتوبر كثافات مروريه للسيارات امام القادم من الجيزه باتجاه مناطق وسط البلد، كثافات اخرى في الاتجاه العكسي بسبب زياده احمال السيارات، كذلك الامر المتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر وبمحور النصر وصولا الى المنصه. ظهرت بعض الكثافات المتحركه بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعه وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، طبعا في الوقت دوت هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لغاية كوبري رودا، وهناك برضو في بعض الكثافات على كورنيش النيل بدأت تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، ودي طبعا كثافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات. أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية ناخد بالنا ان كوبري 15 مايو بتظهر عليه بعض الكثافات اعلى منطقه الزمالك بسبب اعمال توسعه الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد. وفي محافظه الجيزه بيشهد شارع الهرم كثافات مروريه بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات، كمان ظهرت بعض الكثافات الاخرى في شارع السودان لغايه جامعه القاهره وميدان النهضه وصولا لمناطق بولاق ومبابة، اما محور صفت اللبن ففي كثافات مروريه بتزيد في الاتجاه الى جامعه القاهره. لو رحنا لشارع الهرم لشارع فيصل فبيشهد هناك شارع فيصل بعض الكثافات المرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. محور 26 يوليو لو ناخد بالنا في كثافات القادم من أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فبرضو ناخد بالنا أن في تحويلة مرورية من المحور إلى محور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة أخرى للمحور. طريق الدائري للقادم من أكتوبر مغلق والاتجاه إجباري إلى نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو ومحور رود الفرج. نروح بقى لمحافظة القليوبية، القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي بسبب زيادة أحمال السيارات والكثافات، لكن أصبحت أقل من المعتاد وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور طبعا أي زحام مروري للمركبات، لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير
أما بالنسبة لمنطقة الدلتا ونستخدم طريق شبرا بنها الحر علشان اللي يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل إن هو ياخد محور الفريق العصار مروراً بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. ونكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد. هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة كثافات المعتادة في الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طريق طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. خلصت نشرتنا المرورية وهنرجع تاني لفسانتو مصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هلا. شكراً.